بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع الصفحة رقم 48. نستأنف مع ليفاغ بسون كومبليمون دوبجي. إذا نستأنف مع الأفعال كما نقول بدون مفعول به. سنستأنف مع هذه الجمل: إيل سور تخيطو، إيل سور تخيطو دو شيلوي، هو يخرج باكرا من عندي دو شيلوي، من عندي. إذا عندنا هنا ليفاغ سورتيغ، il sort هو يخرج، il sort très tôt de chez lui هو يخرج باكرا جدا كما نقول من عنده يعني من منزله. اذا هو يخرج من منزله باكرا جدا. طبعا عندنا كما قلنا لو فيرب سورتير يعني خرج. il sort في الجمله الثانيه عندنا لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. في الجمله الثانيه عندنا لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. التلميذ يخرج أدواته من محفظته. لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. إذا عندنا أيضا هنا لو فيرب سورتيغ. في الأولى عندنا إيل سور هو اللي خرج، يعني تنتكلمو عليه هو خرج من منزله جد باكرا. في الجملة الثانية عندنا لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. في الجملة الثانية عندنا لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. التلميذ يخرج أدواته من محفظته. كما تنشوفوا في هذه الحالة عندنا التلميذ هو اللي خرج شي حاجة أخرى، خرج الأدوات ديالو. في الجملة الثالثة عندنا لي جور باس، لي جور باس. عندنا لو فيرب باسي، سي لو فيرب باسي، هذا فعل أمضى. إذا لي جور باس الأيام تمضي، يعني أن الأيام تتمشي. لي جور باس إذا الأيام تمضي. ثم عندنا لي زالاف باس لوغ زيكزامان، إذا التلاميذ يمضون كما نقول امتحاناتهم. لي زالاف باس لوغ زيكزامان، التلاميذ يمضون امتحاناتهم. إذا عندنا لو فيرب باسي، طبعا نفس الشيء في الأول عندنا لي جور باس الأيام تمضي، يعني أنها تتمضي راسها. في الجملة الرابعة عندنا لا زالاف باس لوغ زيكزامان، التلاميذ يمضون شيئا. ما هو هذا الشيء؟ لوغ زيكزامان امتحاناتهم. جو كومبخون أنا أفهم، سي لو فيرب كومبخوندر. في الحقيقة هذا فعل تضمن كما شرحنا فيما سبق. جو كومبخون يعني أنا أتضمن أفكار معينة، هذا في الأصل بما يعني أنا أفهم. إذا أولا غولاف les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessus. Relève les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessus. Relève les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessus. استخرج الأفعال المستعملة في هذه المعروضات، في هذه الجمل المعروضة. استخرج الأفعال المستعملة في الجمل أو العبارات المعروضة أعلى. غادي نخرجوا الأفعال المستعملة. Si nous prenons la première phrase, il sort très tôt de chez lui. Le verbe c'est sort. C'est le verbe sortir. Pour la deuxième phrase, l'élève sort ses affaires de son cartable. L'élève sort ses affaires de son cartable. Où est le verbe? Le verbe c'est sort. C'est sort. L'élève sort. De la même façon, on a le verbe sortir. On a le verbe sortir. Si nous prenons la troisième phrase, les jours passent. Où est le verbe? Le verbe c'est passe, c'est le verbe passer. Et enfin, les élèves passent leurs examens. Les élèves passent leurs examens. Où est le verbe? Le verbe c'est passe. De la même façon, le verbe c'est passe, c'est le verbe passer. Voilà, ce sont les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessus. هادو الأفعال مستعملة في هاد الجمل أعلى. Deuxièmement, relève les compléments d'objets. Et dit si on peut les supprimer, sans changer le sens de la phrase. Sans changer le sens de la phrase. Idem, istakhrij les compléments d'objet. Istakhrij l'mukammilat, comme on dit, كل مفعول به. Relève les compléments d'objet. Istakhrij had l'mukammilat, التي ذكرنا فيما سبق. Et dit, وقل, si on peut, idem, كنا نستطع, عندنا le verbe pouvoir, يعني استطاع أو أمكن, si on peut, إذا نستطع les supprimer. إذا نستطع محوها. إذا نستطع إزالتها.
ولكن شرط سون شونجي لو سونس دو لا فراز دون تغيير معنى الجملة. إذا سنحذف هاد لي كومبليمون دوبجي وسنرى هل ستحافظ الجملة على معنى أم أن المعنى سيتغير. سنبخونو لا بخومييغ فراز. أون بخونو لا بخومييغ فراز إل سور تخيطو دو شي لوي. لا بخومييغ فراز نابا دو كومبليمون دوبجي. إذن الجملة الأولى ليس لها هاد المفعول به. إل سور تخيطو هو يخرج باكرا دو شي لوي. هذا راه تدل على المكان. خرج من عنده. خرج من المنزل ديالو. هذا راه ماشي كومبليمون دوبجي. هذا بحال غنقولو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. هذا تدل على المكان. الجملة الأولى ما عندناش كومبليمون دوبجي. باش غنمحيوه ونشوفو الجملة واش غيتغير المعنى ديالها ولا لا. نو باسون على دوزيام فراز. لالاف سور سي زافير دو سون كارطابل. هنا عندنا لالاف سور سي زافير. التلميذ يخرج أدواته. يخرج ماذا؟ يخرج أدواته. إذا طبعا سي زافير هذا ستان كومبليمون دوبجي. ستان كومبليمون دوبجي ديريكت. ستان كومبليمون دوبجي ديريكت. إلا محيناه شنو يوقع؟ غيولي عندنا لالاف سور دو سون كارطابل. ما غنفهموش اشنو خرج من المحفظة ديالو. لأن هذا الذي يخرجه التلميذ من محفظته عنده وزن في الجملة. إذا كما نلاحظ إلى حذفنا لو كومبليمون دوبجي إذا طبعا سيتغير المعنى. لا لاف سور دو سون كارطابل. لا لاف سور كوا دو سون كارطابل. التلميذ يخرج ماذا من محفظته. إذا علينا أن نذكر ماذا أخرج التلميذ من محفظته حتى يستقيم المعنى. إذا طبعا لا نستطيع أن نحذف هاد لو كومبليمون دوبجي. دو سون كارطابل هنا هادي أيضا تدل على المكان. لأنه خرج الأدوات منين؟ من بلاصة. خرجو من المحفظة. هاد المحفظة راها مكان بالنسبة لهاد الأدوات اللي خرجو من التلميذ. إذا فهي مكان. طبعا سون كارطابل. سون كارطابل ستان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. ستان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. إذا هذا كما نقول ظرف مكان. Pour la troisième phrase, on a les jours passent. Les jours passent. الأيام تمضي. Cette phrase n'a pas de complément d'objet. هاد الجملة ليس لها هاد المكمل. Nous passons à la dernière phrase. Les élèves passent leurs examens. التلاميذ يمضون امتحاناتهم. Les élèves passent quoi? Les élèves passent leurs examens. إذن leurs examens, هذا c'est un complément d'objet direct. يعني ستان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا هذا مكمل. أون سوبريمون سو كومبليمون دوبجي أون فادير تو سامبلومون لي زاليف باس. أون فادير لي زاليف باس. كوم لو كونستاتون سات فراز أ شونجي لو سونس. إذا كما نلاحظ بأن هذه الجملة أنها غيرت المعنى. أنها تغيرت في المعنى. إذا كما قلنا الآن بالنسبة الأولا غولوغ لا فيرب يوتيليزي دون لي زينونسي سي دوسو. إذا قلنا Les verbes sont sort, sort, passe, passe. Deuxièmement, relève les compléments d'objet et dit si on peut les supprimer sans changer le sens de la phrase. Bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, en supprimant le complément d'objet, la phrase change le sens. En supprimant le complément d'objet, la phrase change le sens. إذن كما لاحظنا بأنه عندما نحذف هذا le complément d'objet فالجملة تغير المعنى على عكس لي زوطخ كومبليمون على عكس المكملات الأخرى. مثلا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو أو بيان لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. فإذا حذفنا هاد لي كومبليمون فالجملة لا يتغير معناها. فالجملة لا يتغير معناها العام. مثلا إيل سور تخيطو دو شي لوي. إيل سور تخيطو دو شي لوي. هو يخرج جد باكرا من عنده. لنفترض أننا سنحذف هاد دو شي لوي. إيل سور تخيطو. هو يخرج باكرا. إذا فالمعنى لا يتغير. على عكس لو كومبليمون دوبجي إذا حذفناه فالجملة يتغير معناها تماما. مثلا إذا قلنا لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. لا لاف سور سي زافير دو سون كارطابل. إذا قلنا لا لاف سور سي زافير
إذا حذفنا لو كون كارطابل، فالمعنى يبقى نفسه تقريبا. إذا حذفنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، المعنى العام للجملة لا يتغير. طبعا إذا حذفنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، فالمعنى العام للجملة يبقى نفسه. إذا فلنلاحظ الفرق. الآن troisièmement, que remarques-tu à propos de l'emploi des verbes sortir et passer dans ces énoncés ? إذا ماذا تلاحظ أنت في استعمال الفعلين sortir et passer، طبعا كما رأينا في الأمثلة، dans ces énoncés، في هاد الجمل، في هاد العبارات. إذا ماذا تلاحظ عندما استعملنا هاد الفعلين طبعا بهاد المعنيين المختلفين لكل واحد منهما فهاد العبارات؟ Que remarques-tu à propos de l'emploi des verbes sortir et passer dans ces énoncés ? إذا كما نلاحظ من الأمثلة، les verbes sortir et passer peuvent recevoir ou non un complément d'objet direct, mais le sens change. إذا الأفعال خرج ثم مضى peuvent recevoir، يمكن أن يستقبلوا المقصود، يمكن أن يكون لهم أو نو أو لا، يمكن أن يكون لهم أو لا un complément d'objet direct. Peuvent recevoir ou non, يمكن أن يستقبل أو لا un complément d'objet direct. Mais le sens change، ولكن المعنى يتغير. طبعا في حالات يمكن لهاد الأفعال أنهم يتلقوا un complément d'objet، ولكن تكون عندهم معنى. في حين في مكان آخر يمكن أن لا يتلقوا هاد لو كومبليمون دوبجي، ولكن تيكون عندهم معنى مخالف. مثلا il sort très tôt de chez lui، إذا sortir هنا تعني كيتي، إذا فعل خرج المقصود أنه ترك، ترك منزله. pas de complément d'objet direct، ليس هناك complément d'objet direct. أيضا رأينا لا لا sort ses affaires de son cartable. إذا هنا عندنا لو فيرب سورتيغ تعني أونلوفي، تعني أونلوفي بما يعني كما نقول بأنه يرفع أدواته من محفظته. طبعا هنا سورتيغ تتعني تقريبا أونلوفي. إذا كما لو أن هاد التلميذ يرفع أدواته من محفظته، ثم أن لو فيرب سورتيغ هنا تيجي بمعنى إكستخير. إكستخير من ضمن المعاني ديالو أنك تستخرج، ومنها مثلا أنك تستخرج عصير مثلا من الليمون. إذا نتكلم عن إكستخير، وفي هذه الحالة إذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو سي زافير، كما رأينا لا لاف سو سي زافير دو سون كارطابل. ثم عندنا لي جور باس، طبعا لو فار باسي المقصود بها سي كولي، با دو كومبليمون دوبجي ديريكت. عندما نتكلم عن لي جور باس، الأيام تمضي، هنا لو فار باسي تيجي بمعنى سيكولي. لما نتكلم عن إيكولي، إيكولي المقصود به أنك تبيع، تبيع مثلا بضائع، فوندر دي مارشانديز، يعني أنك تبيع بضائع. هنا نتكلم عن لو فيرب سيكولي. إذا من ضمن المعاني ديالو يسيل، تنتكلم على شي حاجة تسيل مثلا سائل، أو نتكلم عن يمر، الوقت يمر. إذا طبعا هنا لو فيرب باسي تيجي بمعنى سيكولي، تيجي بهذا المعنى ولكن من هذا الجانب الخاص بهذا الفعل، لأن هذا الفعل أيضا يعني يسيل طبعا في مواضع أخرى. إذا كما قلنا لي جور باس، إذا لو فيرب باسي تيعني سيكولي، إذا لو فيرب باسي هنا تيجي بمعنى سيكولي، با دو كومبليمون دوبجي ديريكت. أما في حالة لي زالوف باس لوغ زيكزامان، إذا لو فيرب باسي المقصود به تقريبا فاغ، يعني فعل، كما نقول بأنهم يفعلون امتحاناتهم. أو بيان إكزيكوتي، يعني أنهم ينفذون، إكزيكوتي يعني نفذ. إذا كما لو نقول بأنهم ينفذون امتحاناتهم، إذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت هنا هو لوغ إكزامان كما رأينا قبل قليل. إذا أخذنا المثال الذي أدرجناه في الفقرة السابقة، فاطمة أونتخ دون ليبيسخي إلى شات دي طومات، كالي لو فاب أنترانزيتيف، إذا ما هو الفعل اللازم أو الفعل غير المتعدي؟ إذا ما هو الفعل هنا اللازم أو الفعل الغير المتعدي كما نقول؟ كالا لو فار انترانزيتيف، إذا الفعل هو لو فار انترانزيتيف سي أونتخ، سي أونتخ، سي لو فار أونتخي، سي لو فار أونتخي.
فاطمة أونتر، إذا فاطمة تدخل. إذا كما تلاحظوا سيتان فاب سون تومبلوي سون كومبليمون دوبجي، إذا بعض الأفعال تستعمل بدون هاد كومبليمون دوبجي. سو سون لي فاب انترانزيتيف، إذا كما نتكلم عن الأفعال اللازمة. سو سون لي فاب انترانزيتيف. سيتان فاب انترانزيتيف، بعض الأفعال اللازمة peuvent admettre un complément d'objet, mais elles ne conservent plus le même sens. Certains verbes intransitifs, بعض الأفعال اللازمة, يعني الغير المتعدية, peuvent admettre, يمكن أن تقبل, peuvent admettre un complément d'objet, يمكن أن تقبل مكملا كما نقول, mais elles ne conservent plus le même sens. Mais elles ne conservent plus le même sens. ولكن لم تحتفظ بنفس المعنى. طبعا حتى يتضح الامر هنا، هذا الفعل غير المتعدي هو في واحد الحالة، ولكن عندما نأتي به في سياق عبارة اخرى ويكون عنده هذا لو كومبليمون دوبجي، اذا في الحقيقة هذا الفعل هو سيصبح ترانزيتيف، يعني انه سيصبح متعديا. هذا ان ترانزيتيف بالنظر للحالة الاولى، بالنظر للحالة التي لا يقبل فيها ان كومبليمون دوبجي. اذا فهو في هذه الوضعيه ستان فيرب ان ترانزيتيف، ولكن هذا لو ميم فيرب ان ترانزيتيف الى عملناه في واحد السياق اخر ديال واحد الجمله اخرى وكان يتطلب ان كومبليمون دوبجي ديريكت، اذا هنا راه تيولي فيرب ترانزيتيف، تيصبح فعل متعدي. والدليل على ذلك انه لم يحافظ على نفس المعنى. إذا أخذنا مثلا لو فيرب سورتيغ فهو في المعنى ديالو خرج، ولكن في معنى آخر في واحد السياق آخر تيولي عنده المعنى ديال أخرج، إذا طبعا غيتغير المعنى ديالو هنا. إذا إكزامبل سورتيغ مونتي ديسوند، نقول إل ديسون يعني هو نزل، إل ديسون سي باجاج هو أنزل متاعه، هو أنزل متاعه يعني أنه نزل الحوايج ديالو. لو فيرب ديسوندر طبعا في الحالة الأولى ستان فيرب انترانزيتيف، ولكن في الحالة الثانية هو في الحقيقة ستان فيرب ترانزيتيف. لو فيرب ديسوندر في الحالة الأولى ستان فيرب انترانزيتيف يعني أنه فعل غير متعدي، ولكن في الحالة الثانية إل ديسون سي باجاج هنا تيولي فعل متعدي، إذا في هذه الحالة ستان فيرب ترانزيتيف. نستكمل في الحلقات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.